وللمزيد حول جولة رئيس مجلس الوزراء بمدينة حدائق العاصمة لتسليم عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تطلعنا عليه الزميلة جيرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. بعد التحية نتابع معكم تفاصيل الجولة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى جانب تسليم عدد من الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة حدائق العاصمة. هذه المبادرة الرئاسية التي يتم تنفيذها بإجمالي يصل لمليون وحدة سكنية لتوفير سكن ملائم لكل المواطنين بمختلف شرائح الدخل في عدد من المدن والمحافظات. بنتحدث أن هذه المبادرة الرئاسية بتستهدف ثلاث شرائح أساسية، هي محور منخفضي أو محدودي الدخل، ومحور متوسطي الدخل، ومحور فوق المتوسط أو المتميز. وكما ذكرت بيتم تنفيذ هذا المشروع في عدد من المدن والمحافظات كمدينة السادس من أكتوبر وأكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، وحدائق العاصمة التي نتواجد بها الآن. في حدائق العاصمة هنا بيتم تنفيذ أكثر من 100,000 وحدة سكنية، نتحدث أنه أغلبية هذا المشروع أكثر من 90,000 وحدة سكنية من هذا المشروع موجهة لمحدودي الدخل، وبيتم مراعاة الجودة والتشطيبات سواء الداخلية أو الخارجية، أيضا تنفيذ وتوفير كل الخدمات للمواطنين من مراكز طبية، ملاعب، مسطحات خضراء، مدارس، حتى يكون المكان جاهز فور استلامه للسكن من المواطنين. خلال يعني تسليم الوحدات السكنية أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه هناك إنجاز كبير تحقق في أقل من 10 سنوات، تم تنفيذ ويتم تنفيذ وتسليم أكثر من 1.5 مليون وحدة سكنية. أغلب هذه الوحدات موجهة لمحدودي الدخل، إلى جانب أيضا السكن بديل العشوائيات، ويتم الحرص على أن تكون هناك جودة كبيرة في التشطيبات والتجهيزات وتوفير مختلف الخدمات، أيضا أن يكون مداخل الوحدات السكنية مجهزة لذوي القدرات الخاصة. أكد أيضا رئيس مجلس الوزراء أنه تعتبر مدينة حدائق العاصمة من مدن الجيل الرابع، وهي متوفر بها شبكة نقل متكاملة، مما يوفر أيضا ميزة كبيرة للتنقل للمواطنين، ووجه بزيادة الوحدات السكنية في إطار المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين. هذه المبادرة التي يتم تنفيذها وبتوجيهات رئاسية، هناك توجيه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية خاصة الموجهة محدودي ومتوسطي الدخل، لأنها تقوم بتوفير حياة كريمة للمواطنين بشكل مباشر وتوفر لهم السكن الملائم. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.